لحضراتكم مرة تانية. كنا بنتحدث قبل الفاصل على ضرورة التحرك الإعلامي في الفترة الحالية لنقل الصورة بالكامل لما يحدث في الشارع المصري بكل التطورات اللي فيه، اعتصامات، تعذيب، على كل الأصعدة، لأنه الغرب يجب أن يعلم ما يحدث فعليا، لأن هناك تحركات أخرى من قبل اعتصامات زي اعتصام رابعة العدوية، هناك مراسلين داخل هذا الاعتصام، هناك نقل مباشر من داخل اعتصام رابعة العدوية، وهناك تصريحات مختلفة ومتداولة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين. فمطلوب أن يكون في تحرك إعلامي، هيئة الاستعلامات، السفارات بالخارج، الصحافة، المراسلين، التلفزيونات ممكن انها تقدم ايضا صورة لما يحدث ايجابيا وسلبيا. احنا معانا دلوقتي ضيفنا وضيفكم اللواء عبد الرافع درويش، الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب فرسان مصر. كان بيقول انه في مدرس معاه مجموعة من الأطفال اتجه لاعتصام رابعة العدوية لمشاركة الأطفال في مشروع شهيد وفيما يحدث في رابعة العدوية. طبعا مشاركة الأطفال في أي مكان في العالم بيعتبر جرم إذا كانت هذه المشاركة داخل مكان ممكن يمسوا فيه ولو بطوبة ولو بخدش، فما بالكم أن ده يعني مكان في توتر وفي اشتباكات وبنسمع عن اشياء كثيره. الصور اللي معانا دلوقتي بنعرضها اقول لحضراتكم، ضبط شخص قام بتجميع الاطفال وباصطحاب هؤلاء الاطفال بسيارات خاصه الى رابعه العدويه. واضح من الصوره ان في اكياس موزعه على الاطفال. الصوره دي من الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه. ازاي المدرس ده يعني خرج من المدرسه معاه الاطفال هابط؟ يعني هابط ده لازم يكون. طب وعيال الاطفال طيب، وبعدين الاكياس دي اللي هي بتاعت الاكل يعني وبعدين لسه هيوزعوا كمان بقى. يعني يا ريت يكون معانا اي مسؤول في وزاره الداخليه يفيدنا بتفاصيل عن الواقعة دي، بما انها منشوره الان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. كان سيادة اللواء بيحكي لنا عنها انها يعني وقع بلغ بيها اثناء يعني تواجده معانا هنا في الاستوديو، ودلوقتي الصور نزلت على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. هنحاول يكون معانا احد المسؤولين في وزارة الداخلية لإيفادنا بتفاصيل الواقع علشان يعني نعرف المشهد مظبوط. قبل ما بس في نقطة على الإعلام. الإعلام انا مش عايز النهاردة نعمل مؤتمر صحفي. المؤتمر الصحفي ده ما ينفعش، احنا دلوقتي في حاله حرب. حاله حرجه في البلد، مرحله انتقاليه. الموضوع دلوقتي ان هذا المقر او هذا المركز الاعلامي لابد ان يستمر على طول، مش تيجي من الدكتوره ميرفت تلاوي تعمله وهي بتمشي، لا ده يبقى مستمر على طول اب تو ديت ساعه بساعه عشان ينقل الاخبار بتاعتنا بصوره كامله لكل دول العالم بجميع لغات العالم. ما ينفعش ابدا نلاقي او مراسل اسرائيلي موجود في رابعه العدويه ويذيع الكلام ده ويجي على القناه العشرة الاسرائيليه اللي بيتذاع. ما ينفعش، ده داخل ازاي وهم اللي كانوا بيقولوا بالملايين على القدس رايحين، بقوا دلوقتي بالملايين على رابعه رايحين ومعاهم الاسرائيليين؟ ده الجيل ده اغنيه جديده بقى. ما ينفعش هذا الكلام. فاحنا لازم نتكلم ونوري العالم احنا ايه والناس دي بتعمل ايه، عشان لما احنا نتصرف معاهم التصرف الصح واقدر اقول لحضرتك التصرف يبدا في حاجه اسمها المياه الملونه. ان انا ارشها بطيارات او ارشها بخراطيم. اي واحد هيبقى على الجسم بتاعه ميه ملونه هيستمر لمده اسبوع، يبقى هميزه من اي حد تاني اللي هو موجود ده. فلو حتى خرج من رابعه هيبقى معروف ان ده كان في رابعه. ده بعد ما اديله المهله انه لازم يمشي ولازم يفض الاعتصام. هو حضرتك مع فض الاعتصام بالقوه؟ لا هي درجات، انا مش بالتدرج. بالتدرج الاول. التدرج بمعنى ايه؟ الاول بديله النصيحه، بديله الانذار، بعد كده بخش معاه باللي انا بقول لحضرتك عليه بالمياه، بعد كده بالمياه العاديه، بعد كده بقنابل الدخان، بعد كده باستعمال القوه الجبريه بقى اذا هو بدا يضربني بالنار. انا مش هقول له قانون ساعتها، رفع عليا السلاح مش هقول له قانون، القانون بتاعي ان انا اصفيه قبل ما يصفيني، دفاع عن النفس القانون بيقول كده. فيبقى هو دي التطورات. تم استخدام السلاح. انما النهارده الناس دي مقتنعه بفكره مش هيقدر مش هتغيرها،
فمحدش يكبرنا بقى ومحدش يتخيل ان احنا يعني مغيبين او ما عندناش مخ ان الناس دي هتتفاهم. هتتفاهم في ايه؟ الناس دي عندها عقيدة معينة ان لازم نرجع محمد مرسي. ولو ان هم لو محمد مرسي خرج الإخوان ممكن يقتل؟ الإخوان هي بتقتله عشان يلبسوها للجيش، عشان يلبسوها للداخلية، عشان العالم كله. هل محمد مرسي الرئيس السابق لمصر كان على قائمة الاغتيالات لجماعة الإخوان المسلمين؟ أيوه. ليه؟ عشان يلبسوها للقوات المسلحة وللشرطة إن هم اللي قتلوه، وبالتالي يبقى جميع دول العالم هتخش هتنفذ المخطط بتاع الإخوان المسلمين باللي هي منظمة العالمية للإخوان المسلمين، يضربوا الجيش المصري ويضربوا الشرطة المصرية، وهو ده الهدف الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين. طيب في اعتصامات كمان بتتم في ميدان التحرير، يعني في سؤال بيتكرر انه ليه كل الكلام انه يعني فضوا اعتصام ربع العدوية؟ أنا ممكن ما حدش بيقول فضوا، احنا ممكن دلوقتي اعتصام امام الاتحادية او اعتصام في انا قلت يا فندم الكلام ده قلته قلت احنا بننادي بان ما فيش اعتصامات في كل الميادين. هو دلوقتي اللي موجودين في ميدان التحرير خوفا من انهم يروحوا من يسيبوا هنا ويروحوا رايحين ميدان التحرير، بس فقط لا غير، يعني استبدال مواقع. انما الاثنين المفروض، بس هو في فرق في الصوره طبعا، طبعا يعني ميدان التحرير الحياه ماشيه ومفيش مشكله ماشيه فيه عادي لكن برضه انا ضد هذا الكلام ان هو ده عشان تصفي صف الميادين بالكامل، يعني مفيش حد متضايق اقصد، يعني حط حضرتك قانون اللي عاوز يعبر عن نفسه يتفضل على الرصيف. قانون تظاهر؟ ايوه. يقف على الرصيف، اللي ينزل مع الرصيف زي امريكا ما حصل فول ستريت، اللي كان بينزل من على الرصيف بيضرب بالنار في رجله على طول فورا ما دام نزل مع الرصيف خلاص. الخطوه الثانيه نزل على الشارع يتقتل، يعني انت فاهم ازاي حضرتك؟ يعني البدايه يضربه في رجله، اللي بعديها نزل في الشارع يبقى خلاص ده داخل معادي يبقى يتضرب. في حاجه اسمها قانون. البلد اللي ما فيهاش قانون وسايبين الحابل على النابل، هو المشكله اللي حصلت في السنه اللي فاتت ايه؟ هي المشكله ما كانش محمد مرسي، مشاكل كتير الحقيقه. لا معلش انا بتكلم في مشكله القانون. ان محمد مرسي نفسه ما كانش بينفذ قانون ولا بيقبل القانون، بدليل ان المحاكمه الدستوريه اتحصلت في عصره وما بيتكلمش. بدا يشتم في القضاه ويتهجم عليهم، بدا يعني ما بقاش عنده حاجه ناحيه القانون، فالشعب كمان بدا يقلده. اذا كان الرئيس مش محترم القانون انا هحترمه ليه؟ مش الرئيس هو القدوه؟ طب فانا كمان مش هحترمه. دي البلبله اللي حصلت، وده عدم احترام القانون اللي حصل. فالاول يبقى لينا قانون تظاهر على عيننا وعلى راسنا. انت من حقك ان انت تتظاهر ومن حقك تبدي رايك. احنا كحزب فرسان مصر بنقول هذا الكلام. تقف على الرصيف، نزلت من على الرصيف تتضرب بالنار في رجليك، نزلت الشارع تتضرب بالنار وتصفى لانك انت داخل دلوقتي معادي، مفيش حاجه اسمها قطع طريق، مفيش حاجه اسمها تطلع لي رايح بيقول لي انا بصلي على كوبري 6 اكتوبر. يا سلام يا سلام يا اخي، الدنيا كلها قفلت بيك رايح تصلي على كوبري 6 اكتوبر، وبعدين تاخد الناس تحطها في شوارع وتحطهم قدام العربيات في 6 اكتوبر، تروح تعتدي على العربيات بتاعه الناس. ده اي واحد فينا عنده عربيه جابها ازاي؟ ده قاعد يحوش فيها قد ايه؟ بلاش بقى ده كله، تعالوا بقى الرابعه العدويه. الناس سابت شققها، في ناس بتكلمني كل يوم سايبين الشقق، طب وقاعدين دلوقتي في الساحل الشمالي، طب ما مش عارفين يرجعوا، ناس ملهاش اهل تانية عشان يروحوا يقعدوا معاهم، يروحوا يقعدوا فين؟ احنا مش باصين لده ليه؟ هم ليهم حقوق، وحقوق بتوع الرابعه دول مش موجودين النهارده. امن المواني واداره المرور، في حاجه اسمها ضباط في اداره المرور وفي امن المواني يتفتشوا من شويه ناس فاهمين ان هم احتلوا الحته دي، وقول له كارنيهك فين؟ السلاح اللي انت شايله ده بتاع ايه؟ هو الضابط مش لازم يشيل سلاح؟ في ايه؟ في شخصيات سياسيه ظهرت في رابع العدويه زي الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. طبعا عبد المنعم ابو الفتوح ده اخوان 100% ما فيهوش ده. بص حضرتك، ده بيفكرني بالفيلم اياه بتاع حسن فايق بتاع ام رتيبه، اللي كان بيقول له غير اسمك، فقال له من سيد خلاص كان سيد بنجر، فقال له غيرت اسم ايه؟ بقيت علي بنجر. لا ما يستغفلوناش وما يستخفوش بعقولنا. مفيش حاجه اسمها برضو اخوان بلا عنف اللي طالعين، ده طابور خامس، ده طابور خامس، ده طابور خامس من الاخوان. الاخوان لهم عقيده، لازم نبقى عارفين العقيده بتاعتهم ونبقى فاهمين هم دول بيعملوا ايه، وبعدين ما نستناش اكتر من كده. عيب ان احنا نعيد في وسط الكلام اللي بيحصل ده وفي وسط المهازل اللي بتحصل دي. الناس كلها كانت منتظره تعيد عيد كويس، احنا في رمضان ما فيهوش عنف، في رحمه. الرحمه ما عندهمش، عندهم موت، عندهم بيموتوا الناس، بيعذبوا الناس. مليونيه ليله القدر. يعني ايه مليونيه ليله القدر؟ انا بسال حضرتك، انهي دين؟ تبع مين دي؟ تبع سنه مين؟ وانهي شيخ قال عليها؟ وانهي مفتي قال عليها؟ بتاع جهاد النكاح اللي قال عليها؟ اللي في رابعه العدويه؟
ولا بتاع ان هو يفطروا علشان انتوا في جهاد عشان انتوا في رابعه العدو واحنا اللي نصوم، بتاع الاعتكاف بلاش اعتكاف لان انتوا معتكفين في رابعه العدويه، في ايه؟ طيب زياره جون ماكين تحديدا، بما ان احنا يعني بنتحدث عن توافد السياسيين من الغرب على مصر دلوقتي لفهم الموقف، وحضرتك اشرت في سياق كلامك انه في ربط طبعًا بين زمن فض الاعتصامات وبين هذه الوفود طبعًا الموجوده الان طبعًا. جون ماكين مصر في انتظاره، ده البطل الكبير، ده بطل كبير، ده هو ده اللي هرب الناس بتوع التمويل الاجنبي، التمويل الاجنبي. طيب لماذا جون ماكين تحديدا؟ طياره في عصر أوباما. محمد مرسي طياره تشيل الناس دي وتمشي. طيب ليه اختار اوباما وهو كان مرشح كمان يعني رئاسي سابق وجمهوري؟ مختار عشان حاجتين، هو طبعا في حد تاني معايا لينسي جرام بس هو الملفت، الملفت طبعا جون ماكين. جون ماكين اولا هو ده اللي بيحاكم اوباما دلوقتي كجمهوريين على ال 25 مليار دولار اللي صرفوه على الاخوان المسلمين عشان يمشي نظام كلمه الاخوان المسلمين يركبهم الحكم في كل الدول العربيه، بيحاسبوه على 50 مليون دولار اللي هو اتصرفت على الحمله الانتخابيه بتاع محمد مرسي. فمين اللي بيساله؟ اللي ضده في مجلس الشيوخ الجمهوريين لان ديمقراطي، على راسهم جون ماكين. فدي اول حاجه هو بيسترضيه. تاني حاجه تعالى علشان يبقى انت قدامك العمليه وهو كمان بيديله القياده، يعني قياده الموضوع في ايده، ولا سيما ان هو له سابقه زي الزفت عندنا هنا في التمويل الاجنبي وهرب الناس في طياره وهو كان البطل بتاعها وشكر الاخوان المسلمين عليها. يعني هو بنفسه شكر الاخوان المسلمين، احنا بنشكرهم على تعاونهم معانا. فده بطل من الابطال اللي هو بيأهله عشان ما يحاكموش في الكونجرس. زائد ان هو له سوابق لينا هنا فجاي ينفذ الكلام ده برضو كله. من ضمن الطلبات بتاعتهم ادونا محمد مرسي. في تسريبه بقى حصلت النهارده وانا على يقين انها ممكن تحصل. اللي هي؟ المخابرات الامريكيه بدات تعرف فين محمد مرسي عشان يعملوا عمليه اختطاف ليه. انا بحذر من ده. وده ممكن يحصل؟ ده ممكن يحصل طبعا. المخابرات الامريكيه ما نشوف ما نديش لنفسنا اكبر من قدرنا. احنا كبار جدا، احنا ضحكنا على المخابرات الامريكيه مرتين، مره في 73 وما عرفوش احنا نضرب امتى وشلنا المخابرات الامريكيه بالكامل. المره الثانيه ان احنا طلعنا على الاسطول الامريكي بطيارات الطيارات بتاعتنا اللي هي انتاج روسيا وطلعنا عليهم في الكاسطول وخدنا وضع الضرب وصورناهم. فدي بالنسبه لهم برضه حاجه كبيره جدا. فدي علمنا عليهم مرتين، لازم نبقى فاهمين هم ما بينسوش ده. دي دوله قامت على مساجين بتوع ايرلندا وانجلترا. دي الدوله الامريكيه. دي عباره عن الناس اللي هم خارجين من مساجين يشبهوا تماما للمساجين اللي خرجوا من عندنا ومسكوا الحكم. يعني التشبيه واضح. وهم متعاطفين معاهم لان هي حاجه واحده، اهاليهم واجدادهم خريج سجون اللي هم كانوا رايحين الولايات المتحده الامريكيه اكتشفوها، قتلوا 120 مليون هندي احمر واستولوا على الارض. ده امريكا. فبيشبهوا بالظبط برضه بمجموعه النظام الاخوان المسلمين اللي هم برضه خريج السجون اللي زيهم. فلا نخلي بالنا قوي من ان الناس دي ممكن عندها قدرات ادفانس تكنولوجي عاليه جدا انها ممكن تعمل عمليه اختطاف للكلام ده. فاحنا لازم برضه نبقى حريصين على ده عشان برضه هيبه مصر وهيبه الدوله المصريه. حريصين بمعنى ايه طيب؟ لازم يتغير اماكنه ولازم يتحط في حته مؤمنه ولازم يبقى مفهوم كويس قوي انه لما يتحط في حته وبعدين في نفس الوقت احنا لسه مستنيين لما يتحط في حته مناسبه. ما يتحط في السجن ويتحاكم ويطلعه للنائب العام بالقانون. يعني بالقانون. القانون مش له اتهامات. ما يطلعوا الاتهامات دي، مستني ايه النائب العام؟ مستني ايه النهارده البلدي مع احترامي دي وهو الشخصيه المحركه اللي كانت الحجر الذي هز البركه اللي كانت واقفه دي وهي اللي هزت كل حاجه. وهو كان المؤسس والمفجر والملهم في الثوره. ده على عيني وعلى راسي وانا وراجل واخد ده جائزه نوبل. ولا نقلل من قدره ولا نقلل من شانه. هو له فكر انه بيتعامل مع ناس لان هو عاش بره كتير ما يعرفش تركيبه الاخوان المسلمين. هو بيتعامل مع ناس على ان عندهم فكر. دول ما عندهمش فكر، دي ناس نمطيه مبرمجه، ناس بتعرف الولاء والطاعه وما تعرفش غير كده. فلازم احنا نبقى فاهمين احنا بنتعامل مع مين. ناس مقتنعه بحاجه انت مش هتغير قناعاتهم. انت المفروض تهد الكلام ده كله دلوقتي وتنظم بلدك مظبوط وتبقى في حاجه اسمها قانون، القانون ده اللي يمشي على الكل.
انما مش هتحايل عليهم والنبي عشان خاطري في سيبه في رابعه، يقوم رايحين سايبين رابعه ورايحين خمسه. ما هو نقلنا احنا بقى كده بعد كده نروح سته القبول للاعدادي، لا احنا مش داخلين في المواضيع دي خالص. بلدنا ما يختطفش منها جزء، وما فيش حاجه اسمها حكومتين في بلد، ما فيش حاجه اسمها مجلس شورى ينعقد في رابعه، ما فيش حاجه اسمها واحد زي البلطاجي ويتقال عليه رئيس جمهوريه. وده انا بالمقاصد انا اقول بلطاجي لان ده بلطجه اللي هو عملها. طيب احنا معانا دلوقتي على التليفون تعليقا على الصوره اللي نزلت على موقع وزاره الداخليه، صوره للاطفال معاهم مدرس اخذهم من المدرسه واصطحابهم لرابعه العدويه. معانا العميد عرفه حمزه مدير مباحث الايوبيه. سياده العميد، يعني ايه تفاصيل الصوره دي بالظبط، والصوره اصلا ماخوذه فين؟ بعد مساء الخير. الصوره اللي قدام حضرتك ولقارب الكلام ده كان بلاغ من الاهالي في ميدان بهتيم اسم تاني شبرا الخيمه. الاهالي وسائقي الميكروباص في الموقف شاهدوا ولاحظوا تجمع اطفال واحد الاشخاص ملتحي بيجمع الاطفال وركبهم في الميكروباصات وبيرغبهم في الصعود للسيارات بزعم ان هو هيشتري لهم حاجات لبس العيد وبتاع من التوحيد والنور. بعد ما ركبوا العربيات بدات الاطفال تعيط والناس تستغيث بالناس المره. وجهنا رئيس المباحث وتوجه معاه السيد مامور القسم وتم ضبط السياره فيها شخص ملتحي اصلا من اطفيح مش من شبرا اساسا من القلوبيه. بيجمع الاطفال من الميادين عشان يتوجه بيهم يدرب على العدوى. وحاليا وانا مع حضرتك على الهواء حاليا دلوقتي بناخد اختار من النجده ان الاهالي ضبطت سياره اخرى فيها عدد من الاطفال برضو 30 طفل اعمارهم من 6 ل 10 دلوقتي حالا برضو في نفس المكان وبيتوجهوا بيهم الاهالي توجهوا بيهم لاسم تاني شبرا الخيمه. طيب يعني الاطفال اولا حالتهم ايه؟ الاطفال كويسين طبعا، احنا فهمناهم وهدينا الاطفال صغيره ونسقنا مع المحامي العام سيادته قمر برضو ان الاطفال هنستدعي اهاليهم وزويهم. يعني هم فعلا ماخوذين من مدرسه يا فندم ولا هم كانوا في الشارع مثلا واخذوهم كانوا بيلعبوا او لا؟ لا في الشارع حضرتك، انا بقول لحضرتك وانا على الهوا دلوقتي اختار من الاهالي برضو ان ضبطوا الاهالي بقى اللي ضبطت سياره اجره وفيها 30 طفل اعمارهم من 6 ل 10 سنين. يعني هم بياخدوا اطفال من، يعني الشخص ده اخد اطفال من الشارع، الشخص اللي قدام الصوره دي من الشارع، العيال الصغيره الاطفال والواقعه الثانيه كمان نفس الموقف. تمام كده حضرتك. طيب الاكياس دي ايه؟ يعني المفروض ان دي الحاجات اللي وعدهم بيها، يعني اللي لبس بيرغبهم انه عشان ياخدوا صاحبهم على منطقه رابعه العدويه في اماكن التجمعات والتظاهرات ويستخدموهم كالعاده في الاحداث السابقه في بيرغبهم بان انا هجيب لكم لبس، هجيب لكم حاجات من التوحيد والنور وهكذا. طيب وهو متصور معاهم فين؟ في الميدان وفي اثناء اصطحابه بالسيارات لاسم تاني. يعني ده مكان الصوره ماخوذه في مكان مغلق، دي في المديريه مثلا؟ لا في اسم تاني شبرا. في اسم تاني شبرا. تمام. طيب بالنسبه للواقعه الثانيه اللي حضرتك قلتها لنا دلوقتي حالا على الهواء. انا وانا مع حضرتك على الهواء. اخبار ثانيه وصلت لحضرتك، يعني الاطفال مثلا ال 30 طفل في الواقعه الثانيه مش اللي صورتها معايا؟ الواقعه الثانيه دي اهالي تمكنوا من ضبط السياره اجره بني سويف، ملهاش علاقه بشبرا ولا ملهاش علاقه بالقلوبيه. السياره اجره بني سويف. برضه شخص من اطفيح، سائق من اطفيح ومعاه 30 طفل. والاطفال كويسين؟ لا كويسين، مش حاجه الاطفال كويسين. ايه الاجراءات اللي هتؤخذ يا فندم؟ احنا راجعنا للمحامي العام وامر سيادته بتحريم محضر لازم والتحفظ على المتهمين بيستخدموا الاطفال في عمليات غير قانونيه وبيعرضوا حياه الاطفال للخطر، هيتم المحضر هيتعرض على مين؟ ورجعتوا الاطفال دي مثلا لاهاليهم؟ لسه احنا بنستدعي اهاليهم، المحامي العام النيابه بتحقق وبقى عقم بالانتهاء واصدار قراراتها، هنستدعي الاهليه وهنسلمها لهم. شكرا سيادة العميد عرفة حمزة مدير مباحث الأيوبية. ومين بقى حضرتك انت بقى دلوقتي هتتفهمي يعني الواقعة دي؟ مش الواقعة الوحيدة. العميد عرفة حمزة قال لنا وهو معانا على الهواء في واقعة تانية، واقعة تانية 30 طفل الأطفال بيتم اصطحابهم من الشارع، يعني وليه حضرتك بقى زي ما قلنا من المدرسة.
مين بقى اللي يتفاهم معاك في العصابه دي كلها؟ انهي واحد من انهي من زعماء العصابه دي تقعدي معاه؟ طب الاطفال هتعمل لهم ايه؟ يعني ايه فايده وجود طفل في الميديا او في توصيل رساله سياسيه؟ الميديا للعالم كله اطفالنا بس العالم ضد استخدام الاطفال. هم بيستخدموا، هم مش بيقولوا لهم دول اللي احنا مستخدمينهم، ده دول اطفالنا احنا كاخوان مسلمين، واحنا هو احنا هيموتوا ولادنا. ده اللي دي الميديا. ولا يتم استخدامهم كدروع بشريه؟ وكدروع بشريه برضه عشان مش هيتضربوا في حاله ان هم ما يضربوش. ما هم مستخدمين دلوقتي النساء والاطفال كدروع بشريه، لكن الاساس يصوروا الاطفال دي كلها على اساس دول ولادهم، والقوات المسلحه هتخش هي والشرطه تضرب الاطفال يا عيني، والاطفال دي اهي. تتفاهمي بقى مع مين؟ احنا بنسجل هنا من عند حضرتك حزب الفرسان، حزب فرسان مصر، بنقول لا، لا يجب أن يتم التفاهم مع هؤلاء الناس، ويجب فض الاعتصام بالتدرج اللي احنا قلنا عليه حتى يصل إلى المرحلة الأخرانية، ومفيش حاجة اسمها شارع. إشارة رابعة العدوية دي مش ميدان، ده إشارة ممنوع إنها تتوقف، ممنوع واحد يقف يفتش ظابط فين هيبة الدولة. ما ينفعش، هيبة الدولة لابد أن تفرض، وتفرض مظبوط. الهوية المصرية لازم تفرض مظبوط. دول ناس ما بيعترفوش بالهوية المصرية ولا بيعترفوا بهيبة الدولة، دول عاوزين يفككوا الدولة، يفككوا مفاصل الدولة، ومفيش حاجة اسمها تقدم اقتصادي يحصل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث حاجات: من صحى من نومه آمنا في سربه، الأول آمنا في سربه الأمن، معافا في جسده الصحة، وعنده قوت يومه التشغيل بتاع الناس أكل العيش، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الثلاثة دول لازم ننفذهم صح. التنفيذ الأولاني الأمن، إذا ما كانش في أمن في البلد لن يبنى أي شيء تاني. فالامن لابد ان يفرض، ويفرض بالقوه. طالما الناس ما بتحترمش القانون يفرض عليهم بالقوه، انما ما انا مش هتحايل على حد اقول له عشان خاطر النبي سيب بتوع رابعة العدوية عشان يرجعوا بيوتهم عشان يعيدوا في بيوتهم. ازاي؟ الناس اللي قاعده في رابعة العدوية دي اللي بترضع طفل وعايزه لبن تنزل تيجي تشتري له لبن مش عارفه تنزل من بيتها. الراجل الكبير في السن اللي محتاج دواء وعاوز ينزل يجيب الدواء وهم واقفين له قدام الباب بيفتشوا اللي طالع واللي نازل. الناس اللي قاعده لهم في قلب جوه العمارات، الشقق اللي سابتها الناس ومشيت وهم بيفتحوها دلوقتي قاعدين فيها وحاطين فيها اسلحه. الكلام ده ازاي يتم؟ انا بقول للقوات المسلحه في ناس مشيت عشان مش عارفه تتعايش، وفي ناس مشيت عشان خايفه، لانه بيقولوا يعني في شهود ايام الحكومه دي ما تبقاش رخوه حتى لو انت جاي ليوم واحد مش 19 مش جاي لسنه، ممكن يحصل ومش جاي لسنه، انت جاي لو ليوم واحد. افرض سطوتك وافرض رايك، مش السطوه بالعنف، سطوه بالقانون، قانون وبالحق، اعلاء دولة القانون، والقانون دائما هو هيبة الدولة، هو الضامن النهائي. شكرا لحضرتك اللواء اركان حرب عبد الرافع درويش، ومشاهدينا لازلنا مع حضراتكم. وقاعة الاطفال دي تحديدا جون ماكين ما تكلمناش، بس في ثانية واحدة جون ماكين ارجو حضرتك اتكلمت عن جون ماكين، معلش بس ده ما يخشش مصر، ما يخشش مصر. ارجو من الشعب المصري يقف ويعمل وقفة ضد دخول هذا الرجل مصر، ممنوع يخش مصر ويتعمل عليه مظاهرة، ممنوع يخش مصر لان ده جاي عشان يخرب مصر. بشكر حضرتك مره ثانيه. وقعت اختطاف الاطفال واستثمارهم فيما يحدث في رابعه العدويه اللي كانت معانا دلوقتي على الهواء مباشره، تم ابلاغنا بيها من قبل العميد عرفه حمزه مدير مباحث القليوبيه. 30 طفل تم اختطافهم لاصطحابهم لرابعه العدويه، والاهالي هم اللي قدروا انهم يوقفوا هذه العمليه. اما الواقعه الاولى كانت صورتها معانا، وكانت مجموعه من الاطفال ايضا تم اختطافهم و اصطحابهم لرابعة العدوية. ده حدثنا في الحوار القادم. المرأة والطفل ليه هم الدروع البشرية؟ ليه هم في الصدارة وليست قيادات الجماعة، وليس أبناء الجماعة؟ خليكم معانا بعد الفاصل.